السلام عليكم، مرحبا بكم في الفيديو ديال اليوم اللي غادي نخدمو فيه واحد التمرين ديال التكامل. بون، السؤال الاول كيقول لنا اننا نحسبو هاد الانتيغرال هذا، والسؤال الثاني اللي هو استنتاج هاد التكامل هذا. بون، يمكن لكم تحبسوا الفيديو وتجاوبوا على التمرين اي ابري يمكن لكم تكملوا تشوفوا التصحيح. فهم نبداو بالتصحيح على بركة الله. صحيح، دونك اولا نحسبوا هذا الانتيغرال ديال الالين. صراحه ما عنديش، يعني ما عنديش داله اصليه ديال الالين. دونك الطرق اللي كنعرفوا، كاين الحساب ديال الانتيغرال، كاين الحساب المباشر، وكاين المكامله باجزاء، وكاين بتغيير المتغير، يعني نوضعوا شي حاجه وندير المتغير. ولكن الالين ما يمكنش ما عنديش اصلا شي داله، يعني الداله الاصليه ديال الالين ما عنديش. مفهوم؟ دونك غادي نحاول انني ندير المكامله باجزاء. مفهوم؟ دونك نضع U دو اكس اش غتساوي، كيف ما قلنا اني كنستعمل التقنيه ديال هادي البيك، يعني كندير ارك طونجونت، كنسبق الارك. الا كان عندي ارك طونجونت هو الاول، هي اللوغاريتم، هي لي بولينوم، هي ليكسبونسيل، لي كوسينيس و سينيس. مفهوم؟ دونك ارك طونجونت ما عنديش، الين عندي ديريكتومون، يعني U دي X كتساوي ln دو داك العجب كامل X بلس راسين دو X كاري بلس أ. فهم؟ و V بريم دو X شنو هي عندي أنا هنا؟ عندي هي واحد، دونك هي أ. دونك غنمشي نحسب U بريم دو X اللي كتساوي دونك ln ديال واحد الفونكسيون المشتقة ديالها، اللي هي في المقام كنعاود نكتب لها فونكسيون كيف ما هي x كاري بلس 1، وكندير المشتقة ديال هادي لداخل اللي هي كتساوي 1 بلس المشتقة ديال الراسين ديال هاد العجب هذا هي سور 2 راسين ديال x كاري بلس 1. دونك والمشتقة ديال الداخل هي 2x. مفهوم؟ دونك هادشي غيعطيني و في بريم الدالة الأصلية ديال واحد اللي هي ديريكتومون اللي هو 1x. مفهوم؟ دونك هاد U بريم ديكس غنمشي نحسبها مزيان، نقادها نوحد المقام. دونك غادي نحاول نقادها باش تبان ليا مزيان. دونك U بريم دو إكس اش غتساوي، كيف ما قلنا أنها إكس بلس غاسين دو إكس كاري بلس أن. نوحد المقام، ملي غادي نوحد المقام غينزل ليا لتحت، ياك المقام الموحد اللي هو دو غاسين دو إكس، دو غاسين دو إكس كاري بلس أن. مفهوم؟ دونك غادي نضرب في دو غاسين دو اكس بلس 1 ونقسم عليه، يعني باش يكون المقام واحد. يعني تبقى ليا دو غاسين دو اكس كاري بلس 1 بلس 2 اكس. مفهوم؟ دونك غادي نحاول نختزل بهاد لي دو، تبقى ليا لتحت تبقى ليا غاسين دو اكس كاري بلس 1 بلس اكس، ياك هنا x بلس دو غاسين دو x كاري بلس 1 و فوا غاسين دو x كاري بلس 1. دونك هاد x بلس دو غاسين دو x كاري كاين عندي الفوق وكاين عندي التحت، ياك هي هادي وهي هادي. دونك غتختزل ليا غتساوي ديريكتومون اللي هي 1 سور غاسين دو x كاري بلس 1. مفهوم؟ دونك هادي هي U بريم، U بريم كتساوي 1 سور لو غاسين دو x كاري بلس 1. مفهوم؟ دونك ومنه i اش غتساوي؟ الانتيغرال الى رجعنا ليه كيف ما قلنا حسب القاعده ديال المكامله باجزاء كتساوي U فوا في، كنمشي نحسبهم ديريكت، هي U فوا في اللي هي في كتساوي اكس، و U كتساوي هاد العجب هذا، يعني اكس فوا الالين ديال اكس بلس راسين دو اكس كاري بلس 1 اونتخ لي بورن، يعني 0 و 1. مفهوم؟ موان في او v فوا u بريم. مفهوم؟ v فوا u بريم يعني الانتيغرال ما بين 0 و 1 ديال x فوا 1 سور راسين دو x كاري سي x سور راسين دو x كاري بلس 1 dx. مفهوم؟ دونك اش بقى ليا هنا، يعني نحسب f دو b موا f دو a، هادي هي f كونت f او الدالة الأصلية، فيما بالي x نعوضها ب 1 فوا ln دو 1 بلس راسين دو 1 بلس 1، يعني راسين دو 2، يعني راسين او الالين دو 1 بلس راسين دو 2. فهمت؟
موان ln دو 0 الى عوضت هذه بزيرو تمشي الى 0 0 0 سي 0 يعني ln دو 1 فوا 0 سي 0 دونك موان l'intégrale de 0 de 1 de x sur racine de x carré plus 1. Vraiment, dx. Allez, qui fait ma canchouffe, x sur le racine de x carré plus 1. Il a dit, il y a 2, on à 2. Donc, je vois, chabab. Donc, je vais vous dire, il y a un mot, il y a un racine, il y a un racine, ou le racine, ou le racine, ou le racine, ou le f à la puissance alpha. باش نسهل عليا القضيه يعني عندي غاسين دو اكس كاري بلس 1 وضعها هي اكس كاري بلس 1 على بيسونس 1 دومي فهم كنسهل عليا الحساب بحال هكا دونك عندي في المقام يعني غتولي موان الا كانت هادي في المقام غتولي موان يعني اكس كاري بلس 1 على بيسونس موان 1 دومي فهم دونك هادي هي الداله المشتقه او بالاحرى خصني نضرب واحد اكس ياكي درت واحد اكس لفوق نضرب واحد اكس هنا دونك هادي هي مشتقة يعني شنو هي الدالة الأصلية درت ليها الاشتقاق تعطيني إكس فوا تعجب هذا يعني هي إف على بيسونس داك العجب يعني هذه كتبتها على شكل إف بريم فوا واحد إن فوا إف على بيسونس إن موان زان ياك إن موان زان هي موان زان دومي إن موان زان كتساوي موان زان دومي دونك إن شحال غادي تساوي نزيد واحد يعني نزيد واحد على الأطراف بجوج تولي إن كتساوي إن دومي بلس إن بلس إن سي إن دومي مفهوم دونك هو منه ان لقيتها هنا كتساوي ان دومي مفهوم الشباب دونك نجي نعوضها غتولي ان هي ان دومي فوا اف بريم فوا اف على بريسونس ان دومي مفهوم الشباب دونك كتكتب لي على هذا الشكل او بالاحرى ان ان دومي موان زان يعني موان زان دومي دونك لقيت ان ياك و اف هي هذه اللي عندي الوسط الاقواس اللي هي اكس كاري بلس ان يعني غادي نكتب على شكل ان دومي اف بريم درت المشتقه ديال هذه الداخل شحال هي المشتقه ديال اف الداخل هي المشتقه ديال اكس كاري والمشتقه ديال اكس كاري اللي هي 2 اكس مفهوم وانا عندي غير اكس مفهوم يعني الى درت 2 اكس فوا اكس كاري بلس 1 على بيسونس موانز ان دومي مفهوم دونك هذه هي المشتقه اللي هي اف بريم هذه هي اف على بيسونس موانز ان دومي و ان دومي مفهوم دونك هاد دو غتختز ليا مع دو وغيبقى لي ديريكتومون اللي هي اكس فوا اكس كاري بلس 1 على بيسونس 1 دومي او هاد المج... او او الداله الاصليه ديال هادي شنو هي الداله الاصليه ديال درت ليها الاشتقاق تعطيني 1 دومي او هي ان فوا اف بريم فوا اف على بيسونس ان موان زان شنو هي الداله الاصليه ديال هادي اللي هي اف على بيسونس ان بريم مفهومه دونك شنو هي الداله الاصليه ديال العجب هذا يعني ان عندي هي ان دومي يعني هي اف على بريسونس ان دومي ياك درت لها مشتقه عطاتني هادي ياك وكيف ما قلنا هاي كتبناها على هذا الشكل يعني الداله اللي عندي اف هي كتكتب لي على شكل اكس كاري بلس 1 دونك و اف بريم اللي هي 2 اكس وهاد ان اللي هي ان دومي دونك الداله الاصليه ديالها شنو هي هي اف كما قلنا على بريسونس ان اللي هي اف على بريسونس ان دومي و اف عندي هي اكس كاري بلس 1 و ان اللي هي ان دومي ديريكتومون فهم دونك هي اكس كاري بلس 1 على بيسونس 1 دومي دابا هي الداله الاصليه ديال هاد العجب هذا اللي نكتبها بالراسين هي بيسونس 1 دومي سي راسين دو اكس كاري بلس 1 مفهومه دونك هاني لقيت دابا الداله الاصليه ديال العجب هذا دونك هي الالين ديال 1 بلس لو راسين دو 2 موان لانتيغرال ديال هاد العجب كيف ما قلنا انها كتساوي هي لو راسين دو اكس كاري بلس 1 اونتر 0 اي 1 مفهوم Il y a ln de 1 plus racine de 2 moins. Puis maintenant, x n'a pas de 1. 1 plus 1, c'est 2, yani racine de 2. Moins, mais le moins, yani plus. Plus 0, plus 1, c'est 1, yani plus 1. Voilà. Donc, il y a des chiffres de ça, السؤال اللي من بعد اللي هو استنتاج التكامل كيف ما كنشوفوا هو لان ديال راسين الانتيغرال ديال لان ديال راسين دي اكس كاري بلس 1 موان اكس ياك دابا عندي لان لان ولكن عندي الفرق غير ما بين هذا الشيء اللي وصل لان ياك وقال لي كيستنتج يعني كاين شي علاقه ما بين الاولى السؤال الاول والسؤال الثاني يعني كاين استنتاج يعني انطلاقا من السؤال الاول غادي نحاول نستنتجوها الثاني الا جينا شفنا
هذيك لو راسين دو اكس كاري بلس 1 موا اكس، الى ضربت في المرافق، ضربت في المرافق ديالو اللي هو اكس كاري بلس 1 بلس اكس، الى ضربت في المرافق كنقسم عليه ياك بلس 1 بلس اكس ياك الشباب. دونك هذه الفوق اش تعطيني؟ راه ضربت في نفس لا فونكسيون، يعني ضربت في المرافق، ضربت فيه كنقسم عليه ياك، هاد الساعه باين. دونك ايدونتيتي غوماركابل هي هادي او كاري موان هادي او كاري، هادي او كاري شتعطيني هي لا فالور ابسولي ديال اكس كاري بلس 1 ياك، و اكس كاري بلس 1 في البورن 0 1 يعني في الانتيغرال ما عندي فيه حتى شي اشكال، يعني هي اكس كاري بلس 1، هي اكس كاري بلس 1 موان اكس كاري سور هادي اللي تحت ليا اكس كاري بلس 1 بلس اكس ياك، اكس كاري تمشي مع اكس كاري تبقى ليا 1 سور لو راسين دو اكس كاري بلس 1 بلس اكس ياك. دونك كيف ما شفنا دابا لقينا بان هذه كتساوي هذه، يعني بحال غير ضربت وقسمت، يعني تختزل هذه مع هذه ما عندي فاتش مشكل، يعني غنرجع بان 1 سور راسين دو اكس كاري بلس 1 بلس اكس كتساوي راسين دو اكس كاري بلس 1 موان اكس، اللي هي اللي بغيت انا، اللي هي عندي انا في الداله اللي كاينه في وسط الالين. شفتوا يا شباب؟ دونك الان ديال هذا العجب هذا، دونك هذه لقيتها بواحد لا فورم ديال بلوس، يعني الالان ديال هذه كيساوي الالان ديال هذه، مفهومه؟ دونك الان دو راسين دو اكس كاري بلوس 1 موان اكس اللي هو هذا، ها هي الان دو راسين ديال العجب هذا اش كتساوي؟ كما قلنا دخلت الالان لهنا ندخلو لهنا، يعني كتساوي الان ديال 1 سور راسين دو اكس كاري بلوس 1 بلس اكس ياك الشباب. وهذه عندي انا في المقام ديجا حسبتها في السؤال اللي من قبل اللي هي هذه، مفهوم؟ دونك شوفوا شوفوا معايا، وكيف ما كنعرف ان الان ديال ان سور اكس كيساوي هو موان الان دو اكس ياك، الا بغيت هذه دي في المقام او نقلبهم كنضرب في الموان، مفهوم؟ يعني ان سور راسين دو اكس كاري بلس 1 بلس اكس كتساوي ديريكتومون اللي هي موان ln de 1 ou de racine de x carré plus 1 plus x. Bon, je vous dis le moins. Parce que le bâche est le maquelo. Bon, ou le ln de la hadi, il a déjà fait la fsou à l'imir belli. Ou est-ce que c'est bon? Donc, quoi minou? J'ai h katsawi. Li katsawi l'intégrale de la hadi. Li katsawi l'intégrale de la hadi. Li katsawi l'intégrale de la hadi. مفهوم؟ دونك جي كتساوي و لانتيغرال ديال هادي ديجا حسبناه، لانتيغرال البلوس حسبناه انه اللي هو اي، مفهوم؟ يعني باش يعطيني جي نضرب في الموان ياك، يعني غتساوي موان اي ديريكتومون، مفهوم الشباب؟ اللي غتساوي الا ضربت في الموان يعني غتعطيني هاد لابارتي موان، يعني تولي غاسين دو دو موان زان، ضربت في الموان في الالين غتعطيني اللي هي بلس 1 سور 1 بلس راسين دو 2، مفهوم؟ هاد البلوس هادي كيفاش درت ليها؟ يعني انا كانت عندي موان الين موان الين دو 1 بلس راسين دو اكس، و درت في المقلوب كتولي الموان، مفهوم؟ يعني كيف ما شفنا دابا كتساوي ليا دخلت الموان على الالين ديال 1 بلس راسين دو 2 ياك، نضرب في المقلوب يعني اتبقى لي دابا هاد الموان هي خليتها الين ديال اش المقلوب ديال هادي ياك ان سور راسين دو دو، الى ضربت في المقلوب كنضرب في الموان كنخرج لي واحد الموان على برا، ومنين تخرج لي هذيك الموان غتضرب مع هاد الموان غتولي لي بلوس، مفهوم؟ اللي هي ديريكتومون هادي، مفهوم الشباب؟ دونك ومنه جي ها هي لقيناها بدلاله اي، مفهوم الشباب؟ نتمنى ان يكون هاد التمرين واضح، شي حاجه ما مفهوماش يمكن لكم تخليوها ليا في التعاليق، وخليتكم على خير والسلام عليكم.